درب السياح، إحدى المناطق المثيرة للفضول بمدينة الجسور المعلقة، ممر معلق على جدار صخري أسفل وادي الرمال يمتد إلى 2.5 كيلومتر. اليوم تستكمل الدراسات التقنية بالمنطقة لمباشرة مشروع إعادة التأهيل. البروجي هذا عنده لافالور، عنده قيمة، وراه يهز الصورة تاع الجزائر ويهز الصورة تاع قسنطينة. حنا قسنطينية ما يعرفوش لندن، وهذا علاه؟ لأن هذا من 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 من, من الخمسينات وهو مقفول. جينا باه نعاودوا البروجي، نعاودوا نكونسوليديو لي بارتي اللي تكونسوليداو، ونيطوايو لي بارتي اللي تنيطوايو، ونعاودوا نرياليزيو لو شومان من 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 البون دو شيت حتى الباردو. 4 سنوات خصصت للدراسة التقنية. يؤكد القائمون على المشروع أن إعادة تأهيل المعلم المغلق جراء فيضانات منذ 1958 أمر بسيط، كونه يرتكز على نسيج صخري متين. dans sa phase finale pour la sécurisation du chemin en lui-même par des opérations de curtage des blocs et de confortement de la paroi rocheuse. بانتهاء أشغال ترميم الممر تستفيد قسنطينة من معلم مهم من شأنه الترويج للسياحة المحلية.